السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، أحب أنوه على مسألة. هاي ترجمة الملازم، الترجمة، الكلمات، المونتاج، التصوير، الرفع على الإنترنت، الترتيب بالحاسبة، التسلسل. يعني نحن ما مثلاً عن نشرح أو عن ترجم الإبيديمولوجي مثلاً صفحة رقم 1، بعدين نشط على صفحة رقم 10، بعدين نرجع على صفحة رقم 2، بعدين نشط على صفحة رقم 15، بعدين نرجع على صفحة رقم 4. أو نحن عن ترجم إبيديمولوجي تروب أثاري، عن ترجم عمينا ملزمت مثلاً الكوميونيتي، الصحة المجتمع أو كذا أو كذا. لا، شيء بتنسيق وبتنظيم وبترتيب، أو مثلاً مصورين الفيديو نص ساعة ونرفعه ونغلط نتواهم نرفعه 20 دقيقة مثلاً. هاي كله تعب، كله وقت. فبالتالي يجب على المسلم أن يقدر تعب أخون المسلم من المعيب ومن عدم الأخلاق الإسلامية. أنه يجي شخص يقول إيش هالترجمة هاي، إيش التصوير هذا، هو هذا التصوير نص ساعة بس، بس أول 4 أوراق، بس ما ماذا من المعيب. وهاي أخلاق تنرد للشخص. والمسلم يعني حسب ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول، المسلم من سلم الناس، لو المسلمون، ناس المسلمون، المسلمين، من مهم من لسانه ويده. المهم معنى الحديث، معناته ما الشخص يحكي شيء غلط، يتكلم شيء غلط، مو صحيح هذا المعنى، ولا يتعدى باليد على أحد. ما أعرف أنا، ما شيخ، أنتوا أدرى، أنتوا، أنا ما أفهم، أنتوا تفهمون أحسن مني بهاي الأمور، أنا ما أفهم، أنا أسألكم صح لو لا. فمن المعيب انه يجي شخص يقول شنو هاي الترجمه، شنو هاي، انا ما قاعد اترجم لك مقابلك، انا قاعد اترجم عن طريق لابتوب، انا قاعد اترجم عن طريق كمبيوتر، انا قاعد اترجم عن طريق شبكه انترنت، عن طريق قناه، عن طريق يوتيوب، عن طريق هنا هكو سياسات. هنا انت اليوتيوب ما ترفع الفيديو بكيفك حسب ما تشاء، سياسات، يجوز نفس الفيديو ترفعه ما يرفع مرتين، لازم تحدد الوقت، تحدد الامور، تحدد الصوره، تحدد الاختلافات، الاسم، لا تنسى العنوان، العنوان لربما عنوانان يتشابه، ربما يصير استبدال للفيديو، وبالتالي نرفع نفس الفيديو 4-5 مرات لربما يستبدل على اعتبار انه نفس الاسم. فهاي امور كثيرة تدخل في عملية رفع فيديو على الانترنت او على اليوتيوب. فمن المعيب انه يجي شخص شي، ها بس ترجم 4 اوراق، ها بس ترجم 4 صفحات، لا عيني لا، وان كنت ما تعلم فالآن أنت تعلم، وإن كنت تعلم وتخلف فموعدك بيوم القيامة. أنا ما عاد أهددك، هذا أخلاقك. من المعيب شخص يؤذي شخص، هاي لازم تأخذ دستور. أنتم مسلمين، أنتم مسلمون، والمسلم لازم يكون أخلاقه حديدية، أخلاق رصينة. أما هذا أذي أذي كذا، ويعيب على كذا، وينتقص من كذا، يعني ما أعرف. هم هو فيديو تعريفي في كيفية الترجمة والشرح والرفع وبعض متاعب قناة دكتور سيف فيوتشر، وهم هو بنفس الوقت فيديو لنصح، صح؟ وحسب ما أعرف الدين النصيحة، النبي يقول حسب ما أعرف، ما أقول لكم أنه هذا الحديث 100% حديث، ما أعرف أنتوا تعرفون حديث أو لا، بس الدين النصيحة. ومثل ما اكو قناة على اليوتيوب على طول بنهاية الفيديو يقول حبوا بعض وساعدوا بعض، يعني هالكلام حلو. وبالتالي كل شخص من حقه انه 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 يتعلم، انه يدرس، انه كذا، يعني بالكيف، حياة كل شخص بطريقته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم التوفيق لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكل شخص يطيع على قد نيته أكثر، خاصة الناس حسب نيتهم يعطيهم. واعتقد ما تكلمنا شغلة خطأ، وهو هذا الصحيح، وهذا شرح وتوجيه انه كيفية الرفع والمتاعب اللي تواجه قناة دكتور سوف فيوتشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.